لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام كما قال. عزيزي المشاهد، مع الاحتفال بقيامة رب المجد يسوع المسيح، يسر الآرامية أن تقدم حلقة هامة بعنوان رب القيامة والحياة، مع الخدام الدكتور حليم حسب الله. إن أراد العدو أن يشككنا فيه فلا نقبل التشكيك الآن. القس أمجد بشاي. إذا بتؤمن إن الله عنده القدرة وأنت لا تشكك في قدرة الله، فيجب ألا تشكك في قدرة الله في حفظه للإنجيل. الدكتور سامح عزيز. الفداء، يعني الفداء يحررك، يعني كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. والقس رائد عودة. الإنسان الذي اختبر رحمة الله صار خليقة جديدة، يكره الشر ويحب الخير. وذلك يوم الثاني من شهر إبريل نيسان في تمام 12 ظهراً بتوقيت نيويورك، 7 مساءً بتوقيت بغداد، 6 مساءً بتوقيت القاهرة. فانتظرونا.